اهلا بحضراتكم من جديد. العالم المصري الدكتور عمرو زكريا فاز بمنصب نائب رئيس اللجنه الدوليه لموجات تسونامي باليونسكو، ودي المره الاولى اللي بيتولى فيها المنصب ده خبير من الدول الافريقيه والعربيه، خصوصا ان الدكتور عمرو قدم جهود كبيره في اعداد البرامج الخاصه بالانذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي. خلينا نرحب بالدكتور عمرو حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، ونبارك له على هذا المنصب الدولي، ونسأله يعني عن هذه الموجات التسونامية، هل لها خطر على منطقة الشرق الأوسط ولا يعني يمكن نتجنبها ازاي؟ أهلا بك يا دكتور. أهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا، ويشرفنا نكون موجود مع حضراتكم جميعا. أهلا بحضرتك. بعد التحية، يعني تفاصيل المنصب الدولي ده ايه تحديدا؟ ما هي صلاحياتك؟ كيف يمكن أن يعني تفعل من موجات الإنذار المبكر، وما هي أدواتك في هذا الأمر؟ هو سعادتك الموجات يبدو أن التسونامي ليه تأثير على على التليفون. طب هنرجع نكمله تاني، ولكن خلينا نقول أن الدكتور عمرو زكريا هو نائب رئيس اللجنة الدولية لموجات تسونامي باليونسكو، ودي المرة الأولى زي ما قلنا اللي بيتولى فيها هذا المنصب خبير من الدول العربية أو الإفريقية، وهو قدم عدد كبير من البرامج الخاصة، الأبحاث الخاصة بالإنذار المبكر، بالحد من المخاطر الخاصة بموجات التسونامي في شمال الأطلنطي وفي منطقة البحر المتوسط، وأعتقد أن ده كمان يعني يمنا موضوع يهمنا. أهلا بك مرة ثانية دكتور. أهلا وسهلا فندم، زي سهل. دكتور، كنا بنتكلم مع حضرتك بعد التحية طبعا عن رئيس نائب رئيس اللجنة الدولية لموجات تسونامي باليونسكو، ده كيف تم الترشح لهذا المنصب، ولا ده بالاختيار، ولا كيف يتم التقدم لهذا المنصب في الأساس؟ هو اللجنة الدولية دي حضرتك أنشأها اليونسكو حضرتك لدراسات ازاي نقدر نعمل توعيه في الدول اللي موجوده في البحر المتوسط والاطلنطي على الحد من مخاطر موجات التسونامي. فده هدف اللجنه الدوليه، ان احنا بنبلغ المدن الساحليه اللي موجوده على المناطق الساحليه سواء في الاطلنطي او في البحر المتوسط ازاي بنعمل برامج الحد من مخاطر اللي ممكن يحصل فيها منطقه تسونامي سواء في الاطلنطي او البحر المتوسط. حضرتك ده الهدف الرئيسي من هذه اللجنه، ان هي اعداد البرامج والخطط لمواجهه حدوث اي موجات تسونامي. وموجات التسونامي حضرتك بتحصل لثلاث اسباب، يا اما انهيارات ارضيه بتحرك امواج في البحر على اعماق كبيره جدا، فيا اما براكين موجوده في البحر بتحصل عمليه براكين، فالبراكين لما تندفع بتزق ارتفاع منسوب الميه اللي بيتحرك على الشواطئ اللي موجوده سواء في البحر المتوسط او الاطلنطي. او ثالث حاجه من السبب اللي هي 90% من الاسباب هي موجات الزلازل اللي بتحصل حضرتك في البحار او المحيطات. طيب دكتور، يعني هل هناك اخطار في منطقه المتوسط والاطلنطي، يعني خصوصا ان احنا يعني معلوماتنا عن التسونامي ان هو يعني اسيوي الهواء، يعني جه في اليابان، جه في الدول في جنوب شرق اسيا، لكن ما فيش موجات تسونامي حقيقيه ضربت المنطقه في الشرق الاوسط. هو في نقط مهمه جدا، هو العالم بيتقسم لمناطق عاليه الخطوره ومتوسطه الخطوره ومنخفضه الخطوره. فاحنا لو جينا المناطق الاسيويه زي ما حضرتك بتقول فدي مناطق عاليه الخطوره، يعني حدوث موجات التسونامي بصفه دوريه خلال كل 5 أو 10 سنين في المناطق دي بتبقى في موجات تسونامي قويه خطيره جدا. لكن منطقه البحر المتوسط تعتبر من المناطق المنخفضه الخطوره، ولكن مش بقوه المناطق الاسيويه او منطقه الاطلنطي. فديت النقطه اللي ربنا يعني ادهلنا هنا، لكن مش معنى كده ان هي استحاله حدوث هذا الموضوع او ده مش هيحصل. ايوه، طب الخطر يكمن فين او ممكن نتوقع فين؟ حاجه يعني متخصص في قصه الانذار المبكر. ما هي اكثر الشواطئ اللي يعني ممكن تقول ان ممكن يحدث فيها، يعني هل ايطاليا مثلا فيها زلازل؟ هل كل سواحل البحر المتوسط حضرتك مناطق فيها احتماليه حدوث موجات تسونامي فيها، دي ما نقدرش ننكر. ليه حضرتك؟ لان احنا لو جينا بصينا للتاريخ هنقول لو هي مش بتحصل يبقى ما حصلتش قبل كده.
يعني المفروض لو مفيش موجات حتى السواحل المصريه، حتى الاسكندريه وبورسعيد و تمام. حضرتك لو جينا بصينا للتاريخ حضرتك هنلاقي سنه 365 ميلاديه يعني بعد الميلاد حصل تدمير كامل لمدينه الاسكندريه وموجات تسونامي حصلت فيها، وبدليل ان الفنار بتاع اسكندريه كان ساعتها انهار. في سنه 1303 تم بناء الفنار بتاع مره ثانيه لاسكندريه، وحصل موجات تسونامي وزلازل ادت الى تدمير مدينه الاسكندريه مره ثانيه حوالي بعد 900 سنه تقريبا. فاحنا دي وده حصل ما بين 1365 و1303، فدول موجات حصلت. النقطه احنا مش بنقلق الناس او بنخوفهم، موضوع بسيط جدا، موضوع ان احنا مش لما بنعمل توعيه وبنعمل مع برامج مع معالي محافظ اسكندريه وانشا لجنه، ليه الهدف كله ان لما يجي لنا الارم، لان اللجنه دي بيبقى فيه شبكه محطات على طول البحر المتوسط. مجرد ما بيجي لنا الارم احنا قدامنا عشان الموجه توصل لنا حوالي 40 دقيقه حضرتك في المتوسط بعد حدوث الزلزال او بعد حدوث هذا الموقف. فاحنا بيجي لنا الارم وزن 5 دقائق او 10 5 دقائق بالظبط، بيجي لنا الارم على طول بيستقبله المعهد القومي للبحار. فاوتوماتيك احنا برضه بنبلغ الجهات لو حصل هذا الموضوع، بنبلغ جهات بس نبقى فاهمين ان كل في الجهه كل مسؤول هيعمل ايه. طيب حضرتك تم انتخابك باجماع الاصوات الاعضاء في لجنه الانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو، وده ممكن نقول يعني استكمال او اضافه لدور مصر الاقليمي والدولي بمنظمه اليونسكو للامم المتحده في تقديم وتطوير رؤيه متكامله للحد من مخاطر اليونسكو للمخاطر التسونامي. ازاي نقدر نتعامل في ظل هذا المنصب الجديد في ان احنا نقدر نعظم فكره الانذار المبكر من موجات تسونامي؟ النقطه ان احنا في الشبكه الدوليه بتاعه المخاطر التسونامي، واحنا عندنا محطه هنا في المعهد، احنا بنزود عدد المحطات اللي موجوده على السواحل المصريه على الشاطئ، ان هي ديت على اساس ان احنا بنخش جوه الشبكه وبناخد معلومات عن ايه اللي بيحصل في البحر المتوسط من في جميع الاحوال على اساس نبقى اب تو ديت. الشبكه ديت بنطلع على الداتا بتاعتها. ثاني حاجه ان احنا بناخد مجموعه اجهزه واجهزه تكنولوجيه موجوده حديثه بتحط على الشاطئ لمعرفه ارتفاع منسوب البحر، فكل ده بيبقى تمويل لدعم الامكانيات والتكنولوجيا اللي موجوده في المعهد، بالاضافه الى ان احنا بيبعت الطلاب الشباب الجامعات او بنعمل دورات تدريبيه لنقل التكنولوجيا لهم مفهوم هذا الموضوع، بالاضافه الى سفر الباحثين من المعهد حضور الدورات التدريبيه على مستوى العالم في الاتحاد الاوروبي او مناطق موجوده في الاماكن سواء دول متقدمه سواء اليابان او الصين في هذا المجال. الحقيقه شرف كبير جدا ان احنا يبقى عندنا يعني كادر مصري داخل اليونسكو بيمثل البرامج الخاصه بالانذار المبكر في الحد من مخاطر موجات تسونامي، وخصوصا ان المنطقه ما كنتش اعرف من ان هي مهدده برضه بهذه الموجات اللي ممكن تضرب المناطق الاسيويه دي، كانت معلومه جديده بالنسبه لي. اكيد. شكرا لك دكتور عمرو حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار وايضا نائب رئيس اللجنه الدوليه لموجات تسونامي باليونسكو.